يعني على هامش خيمة رمضانية، وخليني أسألك يعني كيف بتقضي رمضان بشكل عام؟ والله في الأجواء الحر الفظيعة اللي احنا فيها دي غالبا ما بخرجش بالنهار كتير، وبحاول انه ربنا يكرمني كده وأدي شوية طقوس خاصة بخصوصية الشهر، وبكون حريصة انه يعني ربنا يكرمني برضو بعد الفطار أقدر أصلي التراويح في المسجد. مش بقدر أعمل كده كل يوم طبعا، بس بحاول بقدر الإمكان ان انا ألحق أخطف الفرصة يعني. مبسوطة من الموسم الدرامي الحالي، وشو المسلسلات اللي شدت انتباهك؟ طبعا مبسوطة جدا بالموسم الدرامي، وفرحانة بالتنافس اللي حاصل ما بين كاتيجوري المسلسلات الكوميدية. في مسلسلات كوميدية كتير، وفي حاجات كتير جميلة زي مسلسل ومختلفة زي مسلسل الرحلة وبالحجم العائلي، وفي حاجات كتير أنا متابعاها بشكل شخصي وعجباني. مستنية بس لحد آخر رمضان عشان أحسم أمري إنه إيه أكتر حاجة خدت قلبي قوي يعني. لكن أنا شايفة الحاجات كلها على مستوى راقي وعالي جدا، وشايفة إنه البنات أو زميلاتي الممثلات الجامدين قوي عاملين أدوار تدرس في السيزون ده، زي حنان مطوع وزي ريهام عبد الغفور وزي بشرة وزي يعني كذا حد من الأسماء الشباب اللي في سننا ونفس الجيل يعني، محققين نجاحات انا فرحانه بيها وفخوره بيها ومبسوطه لهم جدا. ظهرت ان الجمهور بدا يرصد الاخطاء في بعض المسلسلات، ايه رايك في الظاهره دي؟ ظاهره كويسه جدا، معناها ان المشاهد بقى عنده وعي فني ودرامي وتكنيكي اكتر كمان، وهتخلي كمان صناع الدراما لو في حد فيهم في نقطة معينة بيتساهل فيها شوية ياخد باله أكتر، فده هيخلي الكواليتي تعلى والذوق العام هيبقى أعلى. ده شيء لطيف جداً.